السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات والناس اللي كتير عمالة تطلب على المش ده؟ برميل اهو. بصي ده طبعا عشان هو مركون، ممكن تحط انت عليه مشمع من فوق. اهم حاجة بقى، انا هفتح معاكو زي ما بفتح كل مرة وهقولك انت كواحدة في البيت ايه بيقابلك مشاكل اول لما تفتحي. معلش بقى التصوير مش مظبوط قوي، بس ايه على ما عرفت اعدل بقى الستاند. معلش هيوقع دلوقتي، ربنا يستر. المهم لازم يبقى محكم الغلق من فوق زي ما انت شايفه كده. طب لو مش محكم الغلق ايه اللي هيحصل؟ اول لما تيجي تفتحي هتلاقي عفن ابيض، هتلاقي تخمر، هتلاقي سوس، هتلاقي دود. خلاص همشي معاكم النهارده واحده واحده في خطوات المش. ماشي حلو كده. ده البرميل طبعا مش اصح حاجه. البرميل خلي بالك البرميل مش صحي خالص. استني بقى عشان عايزه اصور لكم الصوره اساسا واحنا بنفتح كده. اهو البرميل مش صحي لانه بلاستيك ومش مخصص اساسا للتغذيه والحاجات ديت. بس الزلعه انكسرت مني. الزلعه احلى حاجه، تحتها البرطمان الازاز وتحتها البلاستيك بقى. خلاص شوفي انا قافله ازاي وماشيه اهي. اي حته قماشه عندك قديمه، فانيلا، بلوزه، فستان، اي حاجه، ومشمع. والمشمع ده لو انت بقى عندك حاجه بقها واسع كده، الفم الواسع ده هو اللي بيعمل مشاكل. لكن بتاعه الزلعه بتبقى مقفوله كده، فيدوبك بتحط ايدك وتجيب الحاجه، وبعدين فم الزلعه بيبقى صغير كده، وبتحط فيه حته قماشه حته مشمع وتقفلي عليهم باستك. طب ده الواسع ده بعمل فيه ايه؟ بقفل عليه باستك برضه. تقفلي على المشمع باستك الاول وبعدين ايه تفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هتقولي لي انا لما بفتح بلاقي نقط كتير كتير كتير، النقط دي بيبقى سوس او دود فيه لانك ما قفلتوش. حلو حلو كده معايا. خلاص ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. هقول لك طب الحمار اللي فوق ده ايه؟ الحمار اللي فوق ده بابريكا، بابريكا على شطه ناشفه. اللي بتقول لي في التعليقات انا المشي بتاعي، شوف الجبنه دايبه. على فكره المشي بتاعي كان بايظ خالص، ويعني في واحده غشتني فيه وربنا يسامحها بقى، اما انا كنت صغيره بقى عن كده ضحكت عليا فيه. المهم بيقعد فتره عشان عشان يديكي يعني ايه يبقى حلو. الفيديو بتاعنا ده هجاوبك بقى على كل التساؤلات اللي بتسالهالي وما بتتفرجوش على الفيديو يعني للاسف الشديد يعني. المهم اللون ده عايزاه، اللون ده لو انت عندك زلعه هتاخديها وتحطها في الشمس يومين هتطلع لك الميه زياده، لان الزلعه مسام حيه يعني مسام بتتنفس بتطلع لك الميه الزياده وتقلهولك. خلاص كده ماشي. طب في ايه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي حته الجبنه دي اهي، بصي ناعمه خلاص ازاي. هتقولي لي انا عايزه جبنتي تبقى كده. انا هقول لك كل حاجه في الفيديو. انا مقربه الصوره معلش عشان بس ايه انا مش عارفه اعدل الستاند عليه. فهتقولي لي انا عايزه كده. طب بصي نبتدي واحده واحده. لما بفتح والاقي نقط كتير وسوس ودود، انت مش قافله حلو، لازم تحكم الغلق. يبقى عندك مشمع وقافل عليه باستك وبحته قماشه فوق وقافل. خلاص الدود والسوس بيجي من كده، من انك مش محكمه الغلق. السؤال التاني، ليه انا المش بتاعي بتبقى ريحته عامله زي ريحه الكاكا معفنه؟ دي بقى الاسباب كتير. ده عفن. يعني ايه عفن؟ يعني حطيتي خضره، بمعنى جبت خيار وحطيتيه، جبت فلفل وحطيتيه، حاجات خضرة حطيتيه، الجبنة بتاعتك مش مشروشة كويس فحطيتيها. الجبنة اللي مش مشروشة كويس اني ما نزلتش الشرش بتاعها كويس برة وجيت تحطها هنا، هتلاقي عملت لك دود، عملت لك سوس، عملت لك ريحة وحشة، عملت لك تحس ان البتاع المش بتاعك بيفور وبيقع على الارض. طيب هو بيفور وبيقع على الارض، لازم يبقى حاجة غلط؟ لا، ممكن يكون المشي بتاعك لسه جديد سنه او مش مملح قوي، فلسه ما احتواش الماده النيه اللي داخله فيه فبيفور وبيتخمر. عشان كده اما بنيجي نسقط ما بنخليش المشي بتاعنا لغايه اخر الزلعه كده، لغايه الاخر كده، لا احنا بننقصه. يعني انا هجيب حاجه تانية وانقصه فيه، بنعمل حساب انه ممكن يتخمر، ممكن يتفاعل، الجبنه حجمها بيزيد كده. وبعدين المشي كل ما تسقطي فيه كل ما حجمه بيزيد معاكي، وتلاقي كمان نفسك عماله اصلا تنجزي منه في حته تانيه. طيب المشي بتاعي بيفصل فوق التقيل وتحت الخفيف عادي. انا هحط ايدي دلوقتي واجيب لك من تحت ميه. خلاص المشي بتاعي ميزز ومر. مر حطيتي منتجات من اللي بتوع اليوتيوب بيقول لك عليه، ايش برتقال، ايش سفندي، الكلام الفاضي ده بيعملوا فيديو بس وخلاص.
مدام الواحده انت شايفه مش من نظامها ومن نظام حياتها ان ايديها في مش ايديها في حاجات ديت، اعرفي ان هي بتسرح بيك خلاص، بتعمل فيديو وخلاص. وممكن تاذي واحده، لو انا عندي مش حلو زي ده مثلا، انا ده قعدت فيه سنين عشان اظبطه تاني. المشي بتاعي لونه رصاصي، اللون الرصاصي برضو بيجي من الخضار، حطيتي فيه مكونات مش كويس. بلاش يا جماعه اخرج. البابريكا دي ايه؟ البابريكا عباره عن فلفل احمر، بص بقى، وخلي بالك تابعيني، هنعمل الفلفل الاحمر ده مع بعض، عن فلفل احمر زي ده اهو، وهم نشفوه جففوه ودخنوه وجابوه لك جاهز. في ناس بتجيب الشطه الحمر في موسمها تغليها على النار، ده ممكن انك تجيب الفلفل الاحمر او الشطه الحمراء اللي طالعه تغليها على النار، ايديها متعوره بقى فبدا ياكل في ايديها، تغليها في النار قوي قوي قوي، وبعدين تصفيها، هيبقى عندك عجينه حلوه كده مش عايزين ميه، وتروح حاطينها هنا. طب لو ده ينفع، اهم حاجه ما تحطش حاجه مالحه، خلاص كده طيب ينفع الفلفل الاحمر الشطه الحمراء. انا واحده والله لما بيبقى فيه شطه حمراء في السوق، بيبقى فيه موسم كده، بجيب شويه حلوين بس ما بخففهمش، ما بغليهمش مثلا في حله ميه، بغليهم في حله ميه في ميه بس، تبقى ايه لغايه ما ينهري ويبقى زي الكريم معايا كده، وبعدين اصفيه وبعدين اضيفه، هيديك نفس اللون الحلو اللي بره ده خلاص. اللون الرصاصي واللون الرمادي والحاجات دي ما تحطيش حاجه في الجبنه الا ما تكون طيبه. طيب لو انا مش تقيل قوي 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 عايزه احط حاجه حلوه مش تقيله قوي قوي، ممكن شرش الجبنه بتاعت المحلات بس تغليها ما تحطيش حاجه في مشك ما تكونش انغلت الاول عشان يعفن ويمرر ويديك ريحه الوحش. طيب مشي لونه حلو وشكله حلو بس ملهوش طعم الفلاحي، الطعم الفلاحي اساسه المرته المرته المرته. المرته بتيجي منين؟ ممكن تجيب 2 كيلو لبن رايب بقشطته مع حته الزبده مع حته السمنه فلاحي، وتغليهم على النار حلو قوي قوي. المرته اللي هتبقى الحتت اللي هتبقى تحت، تروحي جايبه حته السمنه فلاحي بعد ما نصفي السمنه، حته السمنه فلاحي وشويه بابريكا وشويه شطه ناشفه من عند العطار، شويه حلوين بقى اتوصي بقى ما تقعديش تحطي لي معلقه، وتروحي حاطه شويه ملح وعلى النار تقلبيهم لغايه ما يديكوا اللون ده. وبعد ما تبرد هتجيبي شويه مشي من دول وتقلبيهم بايدك كده وتضيفيهم، ما تجيبيش المرته تروحي حطالي على الوش، لا لازم تنعمل معاه. طيب انا الجبنه، انا المشي بتاعي حلو وكل حاجه بس الجبنه بتاعتي بتطلع بيضه، المشي بتاعك لسه ما قدمش، المشي اصبري عليه لغايه ما يقدم. طب انا مستعجله وعايزاه يقدم اعمل ايه؟ لو بتنزلي سوبر ماركت خلاص اي حاجه وعجبك طعم جبنه معينه، هتجيبي حته الجبنه اهي اهو في الخلاط في الكبه بشويه لبن، هتروحي فرمها وحطاها الجبنه اللي انت عايزه طعمها دي. انا جارتي عندها جبنه طعمها جميل قوي قوي، ونفسي مشي يبقى زيه، وهي مش راضيه تبيع لي من المشي بتاعها، اعمل ايه؟ هتجيبي كيلو من عندها، نص كيلو بالسعر اللي هي عايزاه، راضيها عشان ربنا يرضيكي حلو، تروحي جايباها من عندها الجبنه بتاعتها بس يكون لونها غامق، هي ممكن تكون مشاها قديم فالجبنه طعمها حلو بس فاتحه من جوه، لا هاتيها لونها غامق من جوه، وتروحي جايبه الجبنه بتاعتك زي كده، الجبنه دي تعتبر خميره لوحدها، وتروحي في حته كبه في الخلاط بتاعك بتاع الطماطم بشويه لبن حليب او رايب عادي مش فارقه، وتروحي ضربهم في الخلاط مع بعض مع شويه بابريكا مع شويه شطه. لازم كل خطوه تضيفي فيها حاجه تروحي حاطه بابريكا وشطه، ليه؟ عشان تحافظي على لون المشي بتاعك خلاص. ولون المشي عندك حته مرته حمري في حته السمنه بلدي وصبي، اوعي ترمي. انا ما كنتش، انا كنت مسيحه سمنه وما كنتش محتاجه مرته بس حطيت خساره اهو، والحاجات دي بتغلى، انت ممكن تعمليها لبيتك وعيال. طب لو الجبنه بتاعتي طعمها مش حلو على ما تحلو، انا على ما المشي بتاعي حلو كنت بجيب حته الجبنه مع شويه الطحينه واحطهم وفطرتين وناكل بالهنا والشفا عادي، على ما تبقى المشي بتاعك يتظبط براحته خالص. وهوريكي بقى المشي بتاعي من تحت ايه ميه خالص، ريحته ما اقولكوش بقى يا عيال، يا نهار ابيض على الجمال يا عيال، يا سلام. بصوا بقى هوريكي بقى ايه حاجات كده حلوه، اصبري 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 اصبري. بصي حته الجبنه اهي، بصي بقى جامده لسه تحت ايدي اهي اهي. اما تيجي تشتري حته الجبنه تجيبيها من جوه غامقه
حتى لو طعمها حلو بس هتبقى غامقه، كل ما كانت غامقه كل ما قعدت في المشي اكتر. طيب ديت لسه ناشفه مفتته. ليه؟ بتبقى الجبنه اللي انا جايباها ما دام انا واثقه ان المشي بتاعي حلو، الخفيف ينشف لك الجبنه، المشي التقيل ينشف لك الجبنه. لو المشي بتاعي انا عارفه مسبقا ان هو حلو وخلاص اتظبط ولقيت الجبنه، يبقى نوع الجبنه نفسها اللي انا جايباها من الفلاح مش حلو، بيبقى استك منها على النار، نشف منها على النار، فانت ما حطيتيه اساسا ما استجبش للمشي. طيب واحده تقول لي ايه سر الفلاحين؟ الفلاحين يا ست الكل قبل كل شتاء احنا بنخزن الجبنه الشتوي، لان بيبقى فيها دسم، فيها طعم، فيها قشطه كتير، فيها طبعا غير بتاعت الصيف، بتاعت الصيف ده كلها ميه. الفلاحين قبل ما يجي يخزنوا يروحوا جايبين لك حاجه زي كده حلوه كده، منخل، ده منخل المش اهو، ويروحوا جايبين ودعكين حته جبنه زي دي كده اهو، ما يرموهاش، لا يصفوا المش كله ويدعكوا، يصفوا المش كله ويدعكوا، فتلاقي دي بقى بقت خميره لوحدي، تقلوا المش بتاعهم تاني خلاص. طيب واحده كانت بتقولي ممكن احط عسل اسود، بص اي اضافات احنا بنضيفها للمش بتغير طعم الجبنه. طب معناها انه باظ؟ لا، بياخد فترته ويرجع تاني، لازم تاخدي بالك من النقطه دي. المرته طعم المش الاساسي خلاص. لو المش بتاعك تقيل هتخففيه يا بلبن يا بشرش، كل ما حطيتي حاجات طعمها حلو كل ما تلاقي مشك حلو في اقل وقت، مش هتقعدي 10 سنين على ما يبقى حلو. كل ما حطيتي حاجات ملهاش اي طعم كل ما انت هتتعقدي منه وهترميه. حط في دماغك اللي بيقول لك حطي قشر برتقال وقشر ليمون وقشر سفندي، هاتي قشر الليمون والبرتقال والسفندي امضغيه في بقك، استحملتيه؟ لا ما تحطوش بقى، عايزين شويه مخ بالله عليكم خلاص. عشان انا يعني مش عارفه والله. بصي بقى ركزي معايا بقى في النقطه دي كده، بصي بقى كده انا بعمل كده ايه، بجيب لك المشي من تحت. طبعا اهو بصي يا مرحبا، شوفي اهو شفتي الميه من تحت بدات تظهر، الميه من تحت بدات ايه تظهر، لانه فاصل المش بيفصل طبيعي. اللي تقول لك لا ما يفصلش وحط عليه نشا وكاسترد عشان يبقى طعم، مش ايه، وما تحطش عسل، انا كنت بحط العسل الاول وكنت واخداه من واحده فلاح بس بوظ المش، وما تحطش طحين، حطي مرت، وقلت لك تعملي المرت ازاي. انا بس مش عايزه ابان في الكاميرا وانا بجيب كده. ميه ميه اهي، طبعا البرميل لتحت كبير، يعني البرميل نص كده، يعني هو انت لو حطيتي لتحت هيجي اهو. عندك منخل يا ست بتجيبيه للمش وتغسليه وتنشفيه وتعينيه، يديكي ايه كريمه كده وتصفيه، واي جبنه متكسره عندك تروحي عاملاها في المش. طيب انا دلوقتي ثانيه واحده، ده انا عايزه طعم المش بتاعي يبقى حلو، اعمل ايه؟ ده رايب، انا كنت الاول بخاف الصراحه ان انا اضيف رايب الصراحه، وكنت بقول بيعف، ففي واحده بسم الله ما شاء الله فاتحه مشروع جبنه صاحبتي، فبعدين فبقول لها انا لو انا يعني انتوا ما بتسالوني سؤال وانا ما عنديش اجابته، بسال لكم الناس اللي ايديها في الصنعه، مش بدور على اليوتيوب الصراحه. فبقول لها شوفوا بقى، شوفي اللون اهو، وعلى فكره مش بصور لكم باعلى جوده وما فيش اضاءه، يعني لو في اضاءه والموبايل جودته حلوه هتبقى حلو. طيب المش الرايب، ما يكونش طعمه مزز، ما يكونش باظ عندك، يعني تدوقيه في بقك قبل ما تحطيه تلاقي الله طعمه قشط، يحليلك ده يحليهولك. فبعدين فبقول لها ده هيخفلي المش، طب لو مشك صحيح خفيف تعملي ايه؟ هتروحي جايبها على النار على حلة كبيرة موطية عليه شمعة وتقلبي، هيخف معاكي.
من غير ما تحطي، اوعي تحطي ترمس. اللي تقول انا حطيت ترمس، انت ما عندكيش برميل، ما عندكيش زرع قد كده، ممكن يكون برطمان صغير حبه، حطيتي في حبتين ترمس. الترمس يا ست الكل لما بتيجي نعمله للبيت للعيال، بتقعدي تغيري الميه بتاعته 3 4 ايام صح، على ما المراره تروح. ازاي ترميه في سائل زي ده يرمي المراره بتاعته فيه؟ طيب بديل الترمس ايه بقى؟ تغليه على النار، هيطلع البخار بتاعه لغايه اما تلاقيه القوام اللي انت بيبقى قوامه زي الكريمه كده، زي الكريمه التقيل. طيب انت حطيتي، انا كنت طول الوقت الصراحه بشوف ان الراي بيعفنه، فبعدين فهي بتقول لي، فبقول لها بيعفن يا ست، تقول لي لا ما بيعفنش. طب ما انت الجبنه القريش عباره عن راي، واحنا سخناه وسقطناه. قلت لها بس احنا بنبقى شايلين المشي. قالت لي بس هو ممكن يفور شويه خلاص، وعايزه تحط، انا هبقى اجيب شطه واحط، بس انا ما عنديش شطه دلوقتي ولا بابريك اهو. قالت لي اهم حاجه ان الراي بيكون طازه طازه، طعمه حلو وبقشطته. لو المشي بتاعك عادي حط عليه شويه ملح. شوفي حته الجبنه، هتلاقي فيه جبنه دايبه وفي جبنه باستيكه. لو المشي بتاعك حلو اعرفي ان هي نوع الجبنه اللي انت جايباها. هتقولي لي بجيب منين؟ والله في ناس بيبقوا معروفين ان دول بيعملوا جبنه للمشي، والله بيبقى نصيبك. ده انا كنت بجيبه اغلى من السوق عشان اجيبه حاجه حلوه، وفي الاخر بيبقى وحش. طب احنا ضفنا الرايب ليه؟ شوفي شوفي الجبنه دايبه، الرايب بيحل المش، بيديله نكهه الفلاحي ونفس الفلاحي، فهمتني؟ المفروض بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مطبخ طبعا النار. اصح حاجه جيبي الزرعه، الزرعه يا ست الكل، بتقلبي بقى ايه لتحت كده، ما تحطيش بقى لا سوفندي ولا برتقال، احنا بناخد بنعمل كوكتيل. طبعا المش والجبنه حاجه نظيفه وحاجه جميله، ده كلها البان وكلها قشطه وكلها سمنه فلاحي. عندك حته قشطه ادعكيها، بص عندك حته قشطه ادعكيها بره، يعني افركيها بره بشويه ملح وشويه بابريكا وشويه شطه ناشفين ب 10 جنيه. الشطه تقتل لك السوس، الشطه تديك لون احمر، الشطه تقتل لك الدود. طب طعمه بيبقى مشطشط قوي 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 يا بنتي، كل حاجه بتروح. هيبقى مشطشط شهر واتنين بس، بعد كده هيبقى حلو وهيبقى لك اللون الاحمر والنظافه. اتحداكي تطلعي لي سوسه او دود اهو، ما فيش لا سوسه ولا دود ابدا. السوس والدود ده نتيجه التخمر، نتيجه انك مثلا الوسط، الوسط المشي مش مظبوط اهو. هقلبه بقى طبعا من فوق لتحت كده عشان فيه ميه تحت، عايزه اجيب اهو. استني بقى اوريكي حاجه حلوه، خليكي بقى معايا. انا قبل ما اجي اشيل الجبنه بروح اغسلها في المشي من تحت كده. انت بقى ما بتجيبي من السوق، لما بتشتري من السوق بيبقى همهم ان هم يوزنوا لك مش كتير. ليه بقى؟ عشان يقللوا من الجبنه، لان الجبنه وزنها بيخف، تلاقي الكيلو كتير. فانت تعملي ايه؟ المش ده وحته الجبنه دي فرص، ما تروحيش قايله لها انت مداني مش كتير، لا تجيبيها ان شاء الله تدالك كلها مش. انت ممكن تجيبي كيلو الجبنه، احنا بنباع حوالينا في ب 40 وفي ب 60 وفي ب 100، بيبقى حسب ايده من الجبنه. يعني تفتحي الجبنه من النص كده اهو اهو، تلاقيها غامقه، كل ما دي لسه مفتحها شويه، كل ما كانت اغمق معاها كده بتبقى ايه؟ بتبقى حلو. شوفي انا بفركها اهو، اوعي ترمي الحاجه دي، تقلها لي بقى، اوعي ترمي دي. تكات بقى اعرفيها، وان شاء الله هجيب لها كل ما تيجي تفتحي الزرعه تروحي رشه شويه شطه فوق كده كده، يقتلك بقى. ما تجيبش دنكار وعرق السوس وعرق الدود وخشبه، ايه يا بنتي في ايه؟ الحاجات دي غلط خالص، حاجات كيميائيه ما تحطهاش، ما دام قص الدوده دي روح، موتي الدوده يبقى فيها مركبات كيميائيه، ما انت تحطها في اكلك وشربك ليه؟ احنا ناقصين بلاوي اهو. نتمنى من الله ان انت تشوف الفيديو، وان انت تكتبي لي تعليق حلو اه. الجبنه دايبه خالص اهي، لو الرايب بتاعك حمضان ريحته وحشه طعمه وحش، ما تحطوش في اي حاجه، هيبوظ لك البرميل ده كله. ما تقوليش هو هيبان، اه طبعا هيبان. ولو عندك حته قشطه يعني ايه، افركيها كده بملح وسيبيها معاكي نص يوم بره،
او في التلاجة، احنا في الحر في التلاجة عشان ايه ما تعفنش منك بره. وبعدين تضيفيه، ما بنضيفش الحاجة كده، لا بتجيبي شوية مش وتدهني بيها الحاجة وتروحي ضيفه عشان يختلط بالمش كله، وتعودي ايديكي فيه يبقى في المش تقلبيه من فوق لتحت. حلو كده الكلام، حلو الكلام. اتمنى اكون افدتك في الفيديو الصغير ده، واشتركي معايا في القناة، حطي لي لايك يا جميل. ولو عندك اي تساؤلات، انا عامله فيديوهات كتير عن المش، المفروض نسميها قناة المش الفلاحي. اهو حلويات، نعمل فطرتين النهاردة ان شاء الله ربنا يقدرنا، نعمل فطرتين. ولو عايزة تعرفي اللبن الرايب تعمليه في بيتك ازاي من غير ما يعمل مية ومن غير ما نحط عليه زبادي ومن غير اي حاجة، تابعيني هذا الفيديو جاي بتاعنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.